وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. دكتور قحطاني، بداية نرحب بك. وأعلنت وزارة الصحة أن هناك 33 حالة لحد الآن مصابة بفيروس كورونا، معظمها قادمة من إيران، تم اكتشافها طبعا على الحدود قبل دخولها مملكة البحرين وبالتحديد في مطار البحرين الدولي. هل هذا الوضع دكتور ما زال قائم ولم ينتقل المرض من شخص إلى شخص في البحرين؟ أولا مساء الخير، يعطيكم ألف عافية على هذا التغطية المستمرة يوميا. أنا حاليا أكلمكم من مركز العمليات في مركز ولي العهد في مستشفى قوات الدفاع البحرين. أولا نعم، ما زال المرض محدود في المملكة. إذا تذكرون أول حالة اكتشفت تقريبا من 7 أيام في فبراير 21، والله الحمد جميع الحالات 33 اللي اكتشفناها جميعها في حالة صحية ممتازة، ما بدأنا فيها أي علاج لها، مجرد إحنا نراعيهم ونشوف تطوراتهم. الخطوة التالية بتكون إن شاء الله عملية يعني نقلهم أو خروجهم من المستشفى. فأكد المرة الثانية نعم، جميعهم 33 حالة في حالة مستقرة ولله الحمد. نعم، إذا لا توجد يعني عدوى داخل مملكة البحرين دكتور. طيب ما هي الإجراءات المتبعة مع المواطنين الموجودين خارج البحرين في الدول التي انتشر فيها الفيروس، سواء كانت إيران، تايلاند، ماليزيا أو أي دولة؟ وهل هناك خطة دكتور لإجلائهم من هذه الدول؟ طيب أنا أتوقع يعني هذا صار يعني مو شيء مخفي على الجميع. ما شاء الله البحرين من الدول في المنطقة اللي يعني كانت دائما يعني أجرت الاحترازات الشديدة، وكان أهم شيء عندنا صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من فيروس الكورونا. وأنا صراحة أحب ألفت الجهود الكبيرة من جميع القطاعات، لكن أود أخص وزارة الخارجية، لأن صراحة يعني قامت بمجهود كبير في متابعة كافة المواطنين اللي كانوا موجودين خارج البحرين. حصرناهم، حصرنا أعدادهم. الجهد الكبير اللي قامت بالوزارة أنها خصصت لكافة المواطنين المتواجدين في تلك البلدان مكتب للمتابعة والتواصل معهم. أنا أؤكد، أنا أحب أن أؤكد أن يجب على الجميع أن يثق بأن سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند الترتيب لاستقبال المواطنين، وطبعا هذه بيضم في مصلحتهم اللي هم خارج البلاد وفي مصلحة المواطنين الموجودين داخل مملكة البحرين. نعم، إذن المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.